ويجسدها بلبنان بحكومة مقبلة بعهد مقبل بتفاهمات ممكن تكون خالصة مسبقا؟ يعني ما في اثنين بيختلفوا رواندا على أنه الرئيس سعد الحريري سيكون له دور بالمرحلة المقبلة. حكينا عن التجربة السابقة بعد غيابه عن الساحة السياسية، كانت تجربة إخفاق على صعيد المؤسسة الدستورية. نعم. أو المؤسسة التنفيذية للحكومة. بس أصلي عودته برعاية أي دولة إقليمية، هل هي روسية أو المملكة العربية؟ أول شيء خلينا نقول شغلي، هلأ بهيدا الوضع الحالي ما فينا نقول أنه سعد الحريري رجع وبلش يشارك بالسلطة. صحيح. عندما يكون هناك تسوية على مستوى الإقليم ككل، يعني أنت اليوم بتحكي على تسوية، يعني ترتيب على ملفات المنطقة، الوضع الفلسطيني بده يكون معروف شو فيه، لبنان أيضا، اليمن، سوريا، العراق، هذه كل الملفات ستكون قيد المعالجة. عندما تذهب المنطقة إلى تسوية كبيرة، لبنان سيكون جزء منها بالتأكيد. الرئيس سعد الحريري سيكون له دور مع انتخاب رئيس الجمهورية. طبعا هو ما بيملك هلأ كتلة نيابية، ولكن عندما ينتخب رئيس الجمهورية أعتقد أن سعد الحريري سيكون المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة، وهذا ليس فقط حتى ولو ما عنده كتلة نيابية، ولو ما كان عنده كتلة نيابية. هلأ سعد الحريري هلأ رغم أنه هو منه موجود، بس إذا بده يقصد أنه يلم النواب السنة أو يستجمع القوى النواب السنة بيجيب 12 أو 13 نائب. نعم. وبالتالي اليوم هودي كلهم خرجوا من رحم تيار المستقبل، بالتأكيد سيكون له دور بالمرحلة المقبلة، لكن هذا الدور أيضا هو نتيجة توافقات وقبول إقليمي ودولي. نعم. ما في شك أنه المملكة العربية السعودية لن تكون بعيدة عن هذا الموضوع. ستكون شريك. اليوم عم نحكي مثل ما تفضلتي وقلتي عن دور روسي حكم. اليوم أنا بعرف أنه مستشار رئيس سعد الحريري للشؤون الروسية الدكتور جورج شعبان عنده لقاءات اليوم بموسكو عم يجريها، وفي دور لروسيا بهذا الموضوع. المملكة العربية السعودية ليست بعيدة عن الجو، هي بتعرف اليوم أنه الواقع السني يحتاج لشخصية مثل الرئيس سعد الحريري، والسعودية اليوم هي بتعرف تماما أنه إذا بدها تنقذ لبنان ومعنية بإنقاذ لبنان وغيورة على الوضع اللبناني، هي بتعرف أنه ما فيها تمارس دور إنقاذي للبنان في ظل الاختلال بالتوازنات. وبالتالي عندما نتحدث عن تسوية مقبلة سيكون سعد الحريري جزء من، أعتقد أنه ليس بظل التوازنات الحالية وليس بظل قوى الأمر الواقع التي تفرض اليوم أجندتها على كل البلد. سيكون تغيير في منهج حزب الله، في دور حزب الله. أيضا القوى السياسية بده يكون عندها قراءة مختلفة للمرحلة المقبلة، حتى حلفاء اللي كانوا حلفاء الرئيس سعد الحريري واللي حتى بعني بشكل مباشر القوات اللبنانية، كل واحد بده يعمل إذا إعادة تقييم للمرحلة المقبلة. مين قال لك اليوم أنه قادر سعد الحريري اليوم يرجع يعمل تحالف مع القوات اللبنانية بعد المرحلة اللي صارت أو اللي مر فيها بعد ما سموه مرتين بالحكومة، بعد الكلام اللي قيل بعد يعني وقف الرئيس الحريري عمله السياسي، وفي تصريح للدكتور جعجع أنه أنا اللي بمثل الشارع السني. نعم. وكان في امتعاض كتير كبير منه رغم أنه رجع وضحه بمرحلة لاحقة، حتى ما يتهم به بأزمته مع السعودية. هذه مرحلة سابقة أو بتصور سعد الحريري تخطاها، لأنه بعد منها رجع شكل حكومة. صحيح. وكانوا القوات اللبنانية لهم دور فاعل فيها، رغم أنه الرئيس ميشيل عون والتيار الوطني الحر كانوا بدهم يقصوا القوات عن هذه الحكومة. صحيح. بعد انتخابات 2018، وحضرتك بتعرفي هذا الشيء، بتصور طواها الرئيس سعد الحريري، بس انه اليوم صيف وشتي على سقف واحد، تحت سقف واحد ما بيمشي الحال، اما بده يكون الحليف حليف او بده يكون كل واحد عنده اجنده. نعم. مختلفه. اذا ما كان في تغيير اليوم بالقراءات للقوى الداخليه، وبتعرف انه هي مقبله على مرحله او تؤمن بالذهاب الى مرحله لبناء الدولة تكون كل المكونات موجودة فيها، وليس على أساس المحاصصة اللي شدناها بالمرحلة المقبلة، على أساس تقديم الخيارات الصائبة والكفاءات لبناء هذا الدولة. نعم. وليس الحصص والسبق.